الحاضر المزدهر يمتزج بالماضي البعيد في ولاية جعلان بني بعلي، تلك الولاية التي تنعم بكافة مظاهر النهضة المباركة، تعايش من رآها وهي تلامس الأمواج ذكريات الأمجاد البحرية العمانية العريقة. نيابة الأشخرة تمثل واجهة الولاية عند بحر العرب في الجانب الشرقي من عمان، وتعتبر جعلان بني بعلي من أكبر ولايات المنطقة الشرقية مساحة وتعدادا. أبناؤها البالغين 80,000 نسمة في 43 مدينة وقرية يهنؤون بسحر الطبيعة وصفاء البحر وجماله. مدينة جعلان بني بعلي تعج بالحركة والنشاط الدائم، ويبدو بها الكثير من الشركات والمحال التجارية. في هذه الولاية ذات الطبيعة الجميلة تجري عملية التحديث بشكل جدي، فقد شيد مقر جديد للوالي ليلائم معطيات النهضة المباركة وتزايد الخدمات فيها. ولاية جعلان بني بعلي التي كانت ذات يوم تغط في سبات، أضحت الآن على طريق النمو والازدهار، تعيش نهضة عمرانية غزت وجه صحراء، وتسلم المواطنون من ذوي الدخل المحدود كثيرا من الوحدات السكنية التي شيدت في الولاية وزودت بكل الخدمات والمرافق من ماء وكهرباء واتصال. ويعتبر مستشفى جعلان بني بعلي واحدا من سلسلة المستشفيات التي نشرتها الدولة في مختلف مناطق السلطنة لتعميم مظلة الرعاية الصحية كاملة للمواطنين في شتى أرجاء البلاد. الجانب الآخر للولاية سهل صحراوي تحده من الشمال جبال الحجر الشرقي، ومن الجنوب رمال بني وهيبة. وكلما لاح الماء العذب نمت المروج الخضراء، ويحافظ أهل الولاية على مهنة الزراعة التي ورثوها عن آبائهم، ويبذلون جهدا مستمرا لتطويرها كمورد حيوي من موارد الدخل. ويزرع في ولاية جعلان بني بعلي محصول التمور وأشجار الحمضيات والفاكهة والخضروات والقت. وتعنى العيادة البيطرية بالثروة الحيوانية في الولاية. ولكون ولاية جعلان بني بعلي ساحلية في جانب منها، فإن مهنة الصيد تمثل المهنة الثانية إلى جانب الزراعة لسكان الولاية. ومن المألوف أن يشاهد على الشاطئ الصيادون من أبناء الولاية وهم يصنعون شباكهم أو يصلحونها استعدادا للصيد. وصناعة الشباك من الصناعات التقليدية التي توجد في ولاية جعلان بني بعلي، وفي العادة يقوم صائدو الأسماك بأنفسهم بنسج شباكهم التي تمثل وسيلتهم الأساسية في صيد الأسماك. طيور النورس التي توجد بكثرة في بعض فصول السنة تحلق فوق ساحل الولاية.
ويبين هذا العدد الكبير من الطلاب الذين يستهلون يومهم الدراسي بالأنشطة المدرسية المعتادة وطابور الصباح أن فرص التعليم في ولاية جعلان بني بعلي أصبحت متاحة أمام أبناء الولاية. وقد انتشرت دور العلم في مدن وقرى الولاية، وهناك حوالي 12 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية. كما تمارس الفتاة في مدرسة الأشخر الثانوية الأنشطة الفنية إلى جانب منهاج الدراسة، وحظيت الفتاة في الولاية بنصيب وافر من التعليم نتيجة تخصيص مدارس مستقلة لها وتحمس المواطنين لتعليم بناتهم استجابة لفلسفة التعليم بالسلطنة التي تؤكد الاهتمام بالفتيات ليسهمن في نهضة مجتمعهن. ويقوم برعاية الأمومة والطفولة والتأهيل النسوي في الولاية مركزان تابعان لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبذلك أحيطت الأم وهي مصنع الأجيال بكل الرعاية اللازمة تعليميا وإرشاديا. تحتوي على الفيتامينات الكالسيوم، أملاح الكالسيوم والفيتامينات، الخضروات، الفواكه. وكثيرة هي المهن الحرفية في ولاية جعلان بني بعلي، ومن بينها صناعة النسيج التي يمارسها الصانع بواسطة نول خشبي بسيط لتصنيع الإزار وبعض أثاثات المنزل كالبسط والأغطية. ومن الصناعات القديمة البارزة في جعلان بني بعلي صناعة الخناجر، وكل ما يلزم صانع الخناجر أدوات اللحام ومطرقة وقطعا من المعدن وبعض أدوات القطع والتثبيت. ويصنع الخنجر من الفضة ويثبت على حزام من صنع محلي يكون عادة محلى بالخيوط الفضية، أما الأغبات فتتفاوت من مجرد غطاء بسيط من الجلد العادي إلى قطع مزخرفة مرصعة بالفضة أو الذهب تتسم بجمال بديع وذوق مرهف. والخنجر المقوس الذي درج العمانيون على التمنطق به يعد من أهم الشارات المميزة لزي الرجال، ويتميز بنقوش نصله وبالزاوية التي يحنى بها غمده. إن التوجيهات السابية لجلالة السلطان قابوس المعظم في هذا المجال وغيره من الصناعات التقليدية تؤكد المحافظة على مهن الآباء والأجداد. ويعتز أبناء الولاية بتاريخهم الممتد،
ولا زالت بعض البيوت التاريخية المميزة بزخارفها من أعلى باقية، كما توجد قلعة آل حمودة التي كان فيها بيت المال قديما، إلى جانب كثير من الأبراج مختلفة الأحجام. على أن ما يلفت النظر حقا من بين نماذج التراث القديم في ولاية جعلان بني بوعلي هو المسجد الجامع بنمطه المعماري المتميز بقباب عديدة تزيد على 50 قبة. ويشعر المسجد الجامع مشاهديه بأجواء التاريخ الإسلامي القديم والمهيب، ويعرفهم باهتمام الإنسان العماني وحرصه على الدين الإسلامي الحنيف. إن أبناء ولاية جعلان بني بوعلي الذين يعتزون بتراثهم يشهدون نماء وازدهارا مستمرا في ظل النهضة العمانية المجيدة. Thank you.